ترسل إلى المهاجم رقم 19 كريتشي يشتتها الدفاع. شيكا وكأنها قريبة من تحقيق التعادل. إذا الفريق تشيكي مع أربعة تبديلات بالفعل، يعني أربعة تبديلات أثمرت بطريقة إيجابية حتى الآن، وعودة الفريق تشيكي إلى المباراة. الجماهير التشيكية طواقة تريد أن تشاهد نتيجة مميزة قبل السفر إلى باريس للإطمئنان على الفريق، الإطمئنان من خلال مباراة تحضيرية. وما المانع، وما المانع حقيقة. نعم، هذه المرة الفاول على سوك. سوك هذه المرة هو اللي ارتكب الفاول، فهو اللاعب رقم 9. لاحظوا اللاعب سوك في بداية المباراة أصيب في رأسه، وطبعا وضع يعني وضع على رأسه على ما يبدو طبعا حتى تقي إصابة، طبعا إصابة الرأس، لكن فيما يبدو تخلى عنها. لم تعد رأسه معصوبة. اللاعب سوك اللاعب الخطير اللي سجل الهدف الثاني لكوريا هذا اليوم. هذه كرة طويلة ملعوبة على حافة منطقة الجزاء. ينطلق سوك، أو لا، هذا ليس سوك، هذا هيونغ مين. هذا هيونغ مين اللي هو أغلى لاعب آسيوي، سونغ هيونغ مين، إلى توتنهام الإنجليزي من نادي باير ليفركوزن. وأكيد يعني من لاعبي توتنهام اللي كانوا عملوا دوري رائع جدا، ولكن نادي توتنهام أنهى الدوري أسوأ 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 نهاية. لاحظوا بحاجة إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين حتى يكون الثاني، فقط نقطة واحدة من مباراتين يكون هو الثاني، ويخسر المباراتين وينتزع أرسنال المركز الثاني منه. كأن عقدة توتنهام أمام أرسنال في التفوق عليه في الترتيب في البريمير ليج بقيت قائمة. شيء غريب، غريب جدا اللي حصل لتوتنهام في آخر الدوري. بينما تيودور جبريسيلاسي الظهير الرائع ها هو على الأرض، اصطدام بينه وبين اللاعب الكوري اللي على ما يبدو الحكم سيوجه الإنذار. هو يمكن لجبريسيلاسي. أوه، جبريسيلاسي عنده إنذار، جبريسيلاسي عنده إنذار، يغادر المباراة. خسارة، خسارة كبيرة جبريسيلاسي، لأنه ظهير ممتاز، لكن هو اللي تسبب، هو اللي تسبب بهذا الفاول ويغادر المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية لما صار هو مفتاح في ألعابه. لكن لاحظوا، هل هي تستحق بطاقة صفراء عند الحكم البولندي؟ نعم، عند ستيفانسكي الحكم البولندي. هاي دخول قوي، يمكن من هذه الزاوية ربما تكون محقة. هو، لكن هو برضو ضايع، يعني متلقي ضربة، هو ارتقى في الهواء، انضرب وضرب، انضرب تلقى ضربة ثم ضرب، والحكم يشاهد كيف هو يعني ضرب بعد أن سقط على الأرض، ضرب اللاعب الكوري وثمن ذلك بطاقة صفراء ثانية. تشيكيا تريد أن تتعادل ولكنها بالفعل تصطدم بقرار الحكم، يجب عليها الآن أن تلعب بعشرة لاعبين، واللاعب اللي غادر بالبطاقة الحمراء الآن لاعب مهم جدا، يعني عامل عمل من جهة اليمين، يعني يقوم بعمل رائع جدا. وشاهدنا الكرة اللي ارتدت له قبل قليل من القائم. هل بإمكان الفريق التشيكي الآن أن يتعادل بعد أن صار يلعب بعشرة وبعد أن كان مسيطر في أول ربع ساعة على الشوط الثاني؟ ممكن يبقى مسيطرا، ممكن فريق طبعا بالروح اللي يلعب بها ربما يعوض غياب اللاعب المطرود. كرة على جهة اليمين ليونغ، عرضية يقطعها سيبوك المدافع، والفريق التشيكي يفقد الكرة. ويونغ، جانغ هيونغ، لا زال الفريق الكوري يلعب بدون أي تبديلات من بداية المباراة حتى الآن. جوسي جونغ يضغط ويخلص الكرة، خلصها من الفريق التشيكي ولكن فاول. فاولات طبعا على ما يبدو لا تسعد الجماهير المحلية. الفاول هذه المرة على اللاعب رقم 22 فلاديمير داريدا. لا
فلاديمير داريدا لاعب معروف في البوندسليغا مع نادي العاصمة نادي هيرتا برلين. وفلاديمير داريدا يتحدث مع الحكم وكان يستفسر لماذا هذا الفاول. الآن سيغادر صاحب الهدف وصاحب أسيست الهدف الثاني يوم بيت جارام، يغادر ويشارك مكانه اللاعب رقم 17 بالفريق الكوري الجنوبي، اللاعب رقم 17 لي جاي سونغ. وتبديل آخر أيضا سيجري، اشتركة البديل اللي طبعا حينضم هان كوك يونغ. هان كوك يونغ حيشارك مكان اللاعب رقم 12، اللاعب اللي طبعا شارك أمام إسبانيا وسجل، اللاعب رقم 12 جوسي جونغ. تبديلين يجريهما أولي اشتركة، وأربعة تبديلات أجراها بافيل فيربا. مباراة حتى الآن فيها ستة تبديلات والمزيد قادم، المزيد قادم بسبب طابع هذه المباراة. مباراة ودية يتم الاتفاق بها على عدد أكبر من ثلاثة تبديلات المعروفة. طويلة الكرة، كرة يقطع الدفاع، تعود ومرة مرة أخرى. فريق تشيكي هل تأثرت قواه؟ لعب ربع ساعة رائعة، ليكتشف طبعا بعد أن لعب هذه الربع الساعة مع نهايتها أنه سيلعب منقوصا الآن، يلعب منقوص العدد ولكن لا يريد أن يكون منقوص الإرادة حتى يتعادل أمام جماهيره، لأن ربع ساعة لعبها بطريقة رائعة. هذه كرة على جهة اليمين، فاول يقول الحكم، فاول لصالح المنتخب التشيكي لصالح اللاعب فلاديمير داريدا. فاول لصالح داريدا، ولاحظوا الجمهور التشيكي طبعا ينادي على الحكم البولندي، اعطى انذارات، كن سخيا في منح البطاقات لهم. ركله حره الان، داريدا بالتنفيذ، يلعبها تصطدم بالجدار الدفاعي، تعود في الوسط اللاعب رقم 8 ديمبيرسكي. ديمبيرسكي يلعبها الى داريدا، فلاديمير داريدا يحاول يتلاعب بالدفاع، يلعب كره والفرصه، يا على الكره، يا على الحارس الكوري المبدع سونغ ريونغ. سونغ ريونغ يؤكد على تفوق كوريا من جديد، واللي تقدم ولعب هذه الكره هذا طبعا اللي تهيأت له سيفوك قلب الدفاع، سيفوك تارك مكانه في الدفاع ويتقدم ويلعب هذه الكرة الممتازة، ولكن الحارس الكوري أيضا سونغ أبدع بتحويلها إلى ركنية، أبدع الحارس الكوري. يا لها من كرة. الركنية تنفذ وتحول من جديد، هي الركنية الرأسية سيفوك. لاحظوا في المرتين التهديد كان من سيفوك، في المرتين سيفوك هو اللي هدد. لاديسلاف كريتشي ينفذ الركنية من جديد للفريق التشيكي. تشيكيا تريد أن تتعادل، وتشيكيا أيضا تريد أن تخرج بأكبر قدر من الفوائد، أكيد من فوائد المباريات التحضيرية أن تحقق النتيجة المثلى، بمعنى أن تفوز. يمكن هي ليست النتيجة الأهم أو ليست الشيء الأهم في المباريات التحضيرية. هذه كرة على جهة اليمين طويلة تمر، يقطع الدفاع، والفاول حتى أولي شتيليكا يتحدث، لا علاقة لك باللاعب. أولي شتيليكا يتحدث مع داريدا ويقول ما هذا الفاول، يمكن هو يطالب بمزيد من البطاقات الحمراء. هنا داريدا مرتكب فاول مع اللاعب جيدون جون، ولسوء حظ طبعا داريدا يرتكب الفاول بالقرب من أولي شتيليكا. بالمناسبة بحكم انه يلعب في المانيا يستطيع ان يفهم الالمانية لو تحدث معه شتيليكا بهذه الطريقة، لكن شتيليكا الان لديه على ما يبدو مترجم يرافق لينقل ما يريده للاعبين، الماني لكن يتحدث الانجليزية، لكن لا يتحدث الكورية. هذه محاولة،
عالية داخل منطقة الجزاء يقطعها الدفاع. تشيكا تحاول أن تتعادل رغم أنها أصبحت منقوصة. وكوريا الجنوبية في الشوط الثاني لم تقم بأي كرة تستحق الذكر على مرمى الحارس بيتر تشيك، لكن عندها فرصة الآن وقد أصبحت تلعب أو أصبحت تواجه فريقا منقوص العدد. هان كوك يونغ أمامي الكرة، كوك يونغ يلعب على جهة اليسار، يتقدم من هناك جانغ هيون سون. جانغ هيون يلعبها، ما فيش رأس حربة، تعود الكرة من جديد والفريق الكوري يفقدها. منتخب كوريا الجنوبية طبعا لديه أسماء تاريخية لا يمكن أن ينساها، قلنا طبعا أهن صاحب الهدف الذهبي على إيطاليا في مونديال 2002، لكن في برضو يعني كابتن كوريا في تلك البطولة كان هونغ ميونغ بو اللي كان مدرب كوريا الجنوبية في المونديال البرازيلي، يمتلك حاليا الرقم القياسي كأكثر لاعب مثل كوريا الجنوبية في المباريات الدولية 136، وتخيلوا بفارق مباراة واحدة عن تشابوم. تشابوم لاعب القرن في كوريا، تشابوم اللي برز في ألمانيا مع إنتراخت فرانكفورت وغير إنتراخت فرانكفورت، وتحول بعد ذلك إلى لاعب يقود بلده بطريقة رائعة عندما كان عدد المحترفين قليل. وتشابوم رغم أنه طبعا هو الثاني الأكثر تمثيلا، لكن هو أحسن هداف في تاريخ كوريا الجنوبية، عنده 58 هدف دولي. وفاول هنا الحكم، هل يوجه إنذارا؟ اللاعب رقم 11 جي دونغ وون، جي دونغ وون يعتذر للاعب اللي طبعا تعرض للسقوط ياروسلاف بلاجل، لاعب في البوندسليغا يعتذر للاعب آخر في البوندسليغا. جي دونغ يلعب لنادي أوكسبورغ، وبلاجل كما نعرف طبعا اللاعب رقم 13 يلعب لاعب لنادي بوردو عفوا بفرنسا. لكنه صاحب تجارب كثيرة بلاجل، الآن هو في بوردو، كان في أوساسونا، لعب في موناكو، لكن هو يعني اسم آخر، لم يترك باب اللعب في ألمانيا أبدا بلاجل. كرة تعود من جديد يشتتها الدفاع. الحماس الذي بدأ به الفريق التشيكي الشوط الثاني لم يستمر، وحادثة الطرد على ما يبدو في نهاية المطاف أثرت، خروج جبر سلاسي يؤثر كثيرا. تبديل آخر يحمل الرقم 5 سيجريه بافل فيربا، يغادر اللاعب رقم 19 لاديسلاف كريتشي، واللاعب البديل هو دانيال بوديل، لاعب على جهة اليسار قبل أيام قليلة. دانيال بوديل لمن تابع معنا طبعا مباراة البلاي أوف للصعود إلى البريمير ليج في إنجلترا بين هال سيتي وشيفيلد وينزداي، دانيال بوديل كان الظهير الأساسي لفريق شيفيلد وينزداي، يلعب على جهة اليسار ولكن دائما عنده مساحة يتحرك بها من على الجهة اليسرى. دخل الآن مكان اللاعب لاديسلاف كريتشي. إذن أجرى 5 تبديلات ولكنه يلعب منقوص العدد الفريق التشيكي، ويحاول رغم ذلك أن يتعادل، وقد يتعادل. صعبها عليهم جبري سلاسي. جبري سلاسي يأتي من اليمين من مساحات غير منظورة ويتابع بطريقة رائعة، لكن كل هذا يفتقد الفريق التشيكي بعد الدقيقة 60. كرة على جهة اليمين، غادي جابك، تعود كرة للفريق الكوري. الفريق الكوري يتقدم بهدفين لهدف. الفريق الكوري كان الأفضل بكل تأكيد في الشوط الأول، الأفضلية في الشوط الثاني كانت واضحة للفريق التشيكي أول ربع ساعة، ولكن بعد ذلك صار اللعب سجالا بين الفريقين، ما فيش طرف يتفوق على طرف. وكرة على جهة اليمين، واحد ضد واحد، يتفوق لم يتفوق اللي هو بلاجل على ما يبدو. تعود الكرة أو اللاعب رقم 20 اللي حاول أن يراوغ كالاك، لاعب رقم 20 طبعا
يجي سكالاك لاعب نادي برايتون، وايضا نادي برايتون كان نادي من الأندية التي لعبت سلسلة مباريات لبلاي أوف للتأهل إلى الدوري الممتاز في إنجلترا ولم ينجح في نهاية المطاف. لكن يبدو أن المدرب سيشغل المنطقة اليسرى، سيشغل ميسرته بشكل أفضل، بافل فيربا مع إشراك اللاعب رقم 11 بودل. الفريق الكوري لا زال عنده تركيز دفاعي. نعم الفريق الكوري في هذه المباراة دفاعيا نجح بطريقة ممتازة، يعني أقول حتى هذه اللحظة. والهدف اللي دخل مرمى كوريا من تشيكيا شاهدنا كيف طبعا تسديدة بعيدة تغير سيرها. روزيتسكي، كرة معادة بالخلف، طويلة من اللاعب سيفوك، سيفوك يلعبها إلى قائد روزيتسكي ولكن بعيدة وعالية. والوقت يمضي والفريق التشيكي، هذا على ما يبدو إذا لم أكن مخطئا هذا نيهودا، هذا نيهودا كابتن منتخب تشيكوسلوفاكيا بطل أوروبا عام 1976، يشبهه تماما حتى نفس الشارب. أتحدث عن شيء يعني نيهودا كان يعني كان أكيد يعني كان كبير في السن أو كان صغير، كان في سنوات آخر سنوات العشرينيات. هذا بلاجي إلى روزيتسكي، روزيتسكي يتقدم، كرة على جهة اليمين وتسديدة ضعيفة لكن تغيسلها. الله 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 على حراسة متميزة. سونغ يونغ جونغ، سونغ يونغ جونغ يقوم بعمل رائع جدا. ها هي الكرة عالية ويرتقي لها سكالاك يلعبها بالرأس والحارس متقدم، ولكن شوف رد الفعل، شوف رد الفعل عندما تأتيك طبعا وأنت حارس مرمى كرة ساقطة بهذه الصورة فلا يمكن أن تعالج إلا كما عالجها الحارس الكوري سونغ. يعود للخلف ويرفع يده لأعلى مسافة ممكنة ويغير سير الكرة من فوقه. أبدا لا يمكن، أما أنك تحاول تمسكها فأكيد حتدخل أنت وياها في المرمى. أبدع الحارس الكوري، الحارس الكوري نجم الشوط الثاني، تدخل مرتين في هدفين محققين. ها هي الكرة سكالاك لعبها وكأنه لعبها في صدره، هاي لا برأسه كرة ساقطة يتعامل معها بطريقة رائعة الحارس سونغ يونغ جونغ. سونغ يونغ جونغ حارس مرمى يلعب لنادي كاواساكي فرونتال، يلعب في اليابان في الجي ليج بعد أن كان يلعب سابقا في الكي ليج. وصلنا إلى آخر ربع ساعة، تشيكيا بدأت بداية رائعة للشوط الثاني لكنها بداية لم تستمر، والسبب الطرد، واللاعب اللي طرد ليس باللاعب العادي، لاعب كان مفتاح كبير في عودة الفريق التشيكي إلى المباراة. هذه الكرة على جهة اليسار، جي دونغ أمامية الكرة، دفاع يلعبها، تتحول مرة أخرى لكن يشتتها الدفاع، كرة يشتتها الدفاع، رمي التماس للفريق التشيكي. سيبو إلى خارج الملعب، أربعتاشر دقيقة متبقية والآن سيشترك مهاجم آخر اللي هو ميلان سكودا. هل هو سريع هذا السكودا؟ ميلان سكودا اللاعب رقم 12 يلعب طبعا لنادي سلافيا براغ صاحب هذا الملعب، ملعب إيدن أرينا يمتلكه نادي سلافيا براغ. واللاعب اللي حيشترك الآن أيضا عم يلعب لنادي سلافيا براغ،
يعني معتاد على هذا الملعب ربما أكثر من غيره. المشكلة أن الفريق التشيكي يلعب بعشرة. مشكلة على ما يبدو أن بابل فيربا من الدقيقة 60 عندما طرد جبري سلاسي لم يجد لها حلا. الفريق التشيكي كان عامل يعني ربع ساعة رائعة جدا وكان قريبا من إدراك التعادل، التعادل الذي حتى الآن لم يتحقق في هذا اللقاء الودي، آخر لقاءات المنتخب التشيكي قبل أن يتوجه إلى الأراضي الفرنسية. المنتخب التشيكي تنتظره بالتأكيد يعني نهائيات هامة جدا. تشيكي اللي كما قلنا يعني من 1996 ما عندهاش مشكلة أبدا في التأهل إلى النهائيات الأوروبية. تشيكيا أحرزت اللقب ولكن تحت اسم تشيكوسلوفاكيا عندما كان معها نيهودا وبانينكا وغيرهم. 76 الفوز على ألمانيا الغربية بركلات الترجيح والركلة التي لا زالوا يتحدثون عنها حتى الآن، ركلة بانينكا في شباك سيب ماير جلبت الكأس لتشيكوسلوفاكيا. لكن بعد عام 90 تشيكيا بلد وسلوفاكيا بلد، تشيكيا منتخب وسلوفاكيا منتخب، تشيكيا اتحاد وسلوفاكيا اتحاد، فبالتالي خلاص اللي لتشيكيا لتشيكيا اللي لسلوفاكيا صار ملكها. والآن تبديل يغادر المهاجم توماش نيتسيد ويشترك اللاعب ميلان شكودا. هو شكودا وليس سكودا. أسماء تشيكية بالفعل يعني تحتاج إلى يعني جهد كبير حتى نلفظها كما يلفظها طبعا أهل بلدها. وطبعا نشكر الزميل علي فوز اللي أعطانا طريقة التلفظ الصحيح. هذه الكرة عالية يقطع الدفاع إلى خارج الملعب. 11 دقيقة ونصف دقيقة. هذا دانيال فودي لاعب شيفيلد وينزداي. طويلة الكرة داخل منطقة الجزاء من بودين وكانها ركنية تعود. وستة تبديلات أجريت من الفريق التشيكي اللي يسعى جاهدا من أجل أن يتعادل. الفريق التشيكي حتى الآن طبعا دفع ب 17 له. والركنية عالية يتقدم أعلى من الجميع أعتقد هو المدافع هذا رقم 12 أحد البدلاء اللي دخل لتو. هذا ميلان شكودا قلت معتاد على الملعب لاعب سلافيا براغ بعيد عن هدفها تماما من هذا اللاعب. تشيكي لما كان عندها بافل نيدفيد هذا أحسن لاعب في أوروبا عام 2003 أيام اليوفي. حاليا كما نعلم بافل نيدفيد هو نائب رئيس اليوفي الزعيم الإيطالي. حقيقة يعني في تشيكيا شبهه ياروسلاف بلاشيد اللي هو على أرض الملعب رقم 13 قالوا عنه أنه نيدفيد الجديد. ها هو اللي أتحدث عنه. ولكن طبعا بلاشيد يعني أصبح الآن يعني باللحية ربما يبتعد في شكله عن نيدفيد. أنا تحدثت من حيث الأداء ومن حيث الشكل يشبهونه بأنه نيدفيد الجديد لكن أعتقد لا زال الفارق كبير. بافل نيدفيد وصل إلى أن يكون أحسن لاعب في القارة الأوروبية كما قلنا 2003. وإذا كان عشاق كرة القدم يتذكرون نهائي الشامبيونز ليج 2003 عندما كان إيطاليا بالكامل بين ميلان ويوفي وفرض على طبعا نجم اليوفي بافل نيدفيد أن يغيب عن تلك المباراة بسبب إنذاره الثاني وكم كان تأثير ذلك كبيرا على اليوفي. الميلان تفوق عليه في النهائي وكان لعب بشكل أفضل منه وفاز عليه في النهاية بركلات الترجيح. أقل من 10 دقائق تفصلنا. المنتخب الكوري سيبدل لثالث مرة في المباراة. اللاعب الذي ينضم هونغ جونغ هيو يشترك الآن في التشكيلة مكان اللاعب رقم 8 على ما يبدو جونغ وو يونغ رقم 8 غادر وهونغ جونغ وو اللاعب رقم 15 هو الذي يشارك مكانه. ثلاث تبديلات أجراها
مباراة بالنسبة لمدرب المنتخب الكوري أولي شتريكا يعني أقل بكثير من المباراة الماضية مع إسبانيا. كما قلنا بدل 9 لاعبين لكن وهو يشاهد الأهداف تدخل يعني هدف وراء هدف هدف وراء هدف، أراد أن يرمم أراد أن يصلح في النهاية خلاص، يعني مهما فعل الفريق الكوري أمام المنتخب الإسباني كان منهارا أغلب الوقت. اليوم صامد، وشيء جميل جميل حقيقة أولي شتريكا والعمل الذي قام به بين الأول من يونيو والخامس منه، يعني في 4 أيام كم أجرى تحسينات على أداء الفريق وعلى تركيز اللاعبين وعلى التزامهم طبعا بالمهام الموكولة إليهم من قبل المدرب. فريق الكوري يلعب بالتزام، يعني واضح تماما كل لاعب له أدوار يلتزم بها، والفريق التشيكي يجد صعوبة. تفصيلنا 8 دقائق على النهاية، الفريق الكوري لا زال يتقدم بهدفين لهدف، هدفان في الشوط الأول من الفريق الكوري، هدف الفريق التشيكي لم ينجح به الفريق التشيكي إلا أن يقلص الفارق. وعندما ذكرت حقيقة في بداية المباراة سلسلة اللقاءات الدولية بين تشيكيا وكوريا، كوريا لم يسبق لها أن فازت على كوريا عفوا كوريا لم يسبق لها أن فازت على تشيكيا، ولكنها قد تفعل ذلك هذا اليوم إن بقيت محافظة على هذه النتيجة حتى النهاية. والنهاية ليست ببعيدة، النهاية ليست ببعيدة رغم أن الهدف يأتي في لحظات. فبالتالي أولي شتريكا يطلب من لاعبيه الالتزام، ولاحظوا الآن كيف يحتفظوا بالكرة، يتبادلون الكرة في كل المراكز، المهم ألا يفقدونها. أولي شتريكا يطلب من لاعبيه أبدا، أولي شتريكا مدرب ناجح أثبت ذلك مع الفريق الكوري اللي ممكن يسجل هدف ثالث وكرة عالية، وهذه قد تكون أول كرة، أول مرة نشاهد بها طبعا الحارس الكبير بيتر تشيك يتصدى لكرة في الشوط الثاني. لم يختبر بيتر تشيك، لم يختبر الحارس بيتر تشيك، الحارس اللي طبعا قلنا يمتلك الرقم القياسي كأكثر لاعب مثل بلده تشيكيا، كان يلعب في نادي رين الفرنسي، ولكن أبدا عندما حضر أبراموفيتش واشترى نادي تشيلسي مع صفقات جوزيه مورينيو قالوا أنه هو الحارس الذي يجب أن يعمر ويكون رمزا في تشيلسي، وهو ما حصل. من موسم 2004-2005 لم يخلع قميص تشيلسي إلا في الموسم الماضي في بدايته عندما تحول إلى الجار الجانرز. وانتو محاولة طالت على الفريق الكوري، وهجمة لم تؤدي إلى المطلوب، لكن المطلوب بالنسبة للفريق الكوري أن يحافظ على تقدمه حتى النهاية. بيتر تشيك هو والزملاء يحاولوا على الأقل أن يتعادلوا كناحية معنوية، قلت يعني في المباريات التحضيرية تتعدد الفوائد من تجربة لاعبين من أيضا تطبيقات خططية وتكتيكية يريدها المدرب، وبعد ذلك أيضا تأتي النتيجة، يعني النتيجة طبعا ليست هي العامل الأول. بينما هنا ما الذي يحصل بين 20 و20 بين سلوزاك وجانغ هيون سون، جميل حقيقة عملية الانفلات تنتهي بسرعة إلى مصافحة. أمامية الكرة، تتحول الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، بلاجيل يطالب طبعا بركنية، وأعتقد أنه محق، أعتقد أن بلاجيل كان محق في المطالبة بركنية، لكن الحكم هنا اعتمد على مساعده. دعونا نتأكد، آخر من لمسها طبعا كتف اللاعب رقم 14، إذا بلاجيل كان محق لأن هان كونغ يونغ رقم 14 لمسها والحكم المساعد لم يشاهد ذلك. حكم الساحة عندما مثل هذه الكرات طبعا يعتمد على الحكم المساعد. أربع دقائق تفصلنا بخلاف ما يضيف الحكم. المنتخب التشيكي لو العملية بقيت 11 ضد 11 على أرض الملعب ممكن الفريق التشيكي حتى ممكن يخرج منتصر، شعرنا أنه طبعا قادر على التعادل، فجاء طرد تيودور جبريسلاسي وقلب الأمور رأسا على عقب. الآن يغادر صاحب الهدف الثاني سوك هيون جون،
سوك هيون جون لاعب بورتو البرتغالي صاحب الهدف الثاني. ها هو الهدف، الكرة القوية التي دخلت بسرعة وبسرعة خرجت من المرمى لقوتها بعد أن ملأت الشباك بقوة. يعني من الكرات اللي بسبب سرعتها تعتقد أنها اتجهت إلى خارج الملعب ولكنها أصابت المرمى في مقتل. أبدا. 9 يغادر، 18 مكانه هوانغ ويجو. هوانغ ويجو رقم 18 في الفريق الكوري، لاعب يلعب لنادي سيونغ نام، وأيضا سيونغ نام أحد أندية كوريا الكبيرة والعريقة اللي سبق أيضا أن فاز بدوري أبطال آسيا من قبل. طويلة الكرة على جهة اليمين، يتابعها اللاعب سكالا. سكالا يرفعها ولكن بعيد عن هدفها، والوقت يمضي ليس في صالح الفريق التشيكي. كانت لديه فرصة ليعود. بدأ الشوط الثاني أحسن بداية. ماذا تريد أفضل من أنك تسجل في طبعا في اللحظات الأولى من الشوط الثاني؟ عادوا بسرعة، قلصوا الفارق. قلنا الفريق التشيكي بدأ، وحتى يعني صديقنا جبري سيلاسي، تيودور جبري سيلاسي، أظهر قيمته الكبيرة كظهير متميز بأحد أندية البوندسليغا المتميزين فيردر بريمن، رغم أن فيردر بريمن هذا الموسم نجا من الهبوط في آخر مباراة. لكن أبدا جبري سيلاسي عندما بدأ يشكل خطورة من اليمين ارتكب فاول، والفاول اللي بسببه طرد جبري سيلاسي هو طبعا مضروب من لاعب وضارب لاعب آخر. إذا ما هو قرار الحكم؟ أعتقد كان يجب، طالما العملية ما فيهاش أنصاب الحلول في عملية الإنذارات، كل مخطئ ينذر، كل مخطئ ينال بطاقة صفراء. الحكم أنذر جبري سيلاسي ولم ينذر اللاعب الكوري. ودقيقتين على نهاية المنتخب الويلزي من هدف ثاني في هذه اللحظة الآن، وهذه كرة عرضية والحارس داني واردا بعد، وفي المتابعة زلاتان إبراهيموفيتش يكسب رمي التماس، يلعب رمي التماس سريعة مطالبة بتغيير رمي التماس، ولكن الحكم لم يغير رمي التماس. وزلاتان تحت الضغط الآن، زلاتان بيحافظ على كرته بشكل رائع جدا والله على التمريرة من جانب زلاتان. هذه طبعا قوة في الأداء من جانب زلاتان، وانطلاقة تأتي الآن من جانب المنتخب السويدي على الجانب الأيسر، وكرة لكيم كارستروم اللي بيلعب كرة عرضية على القائم البعيد، تحضير وتأهيل للكرة بشكل ممتاز، ومحاولة من جانب مارك.